بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوضع في أمريكا طبعا زي ما انتم عارفين وكأنها ثكنة عسكرية، وطبعا الوقت التطورات في أمريكا بتتلاحق. آخرها يا سيدي أن هناك مشروع لاعتقال ترامب. إزاي اعتقال الرئيس؟ بالطبع لا، إنما اعتقال ترامب بعد ما تنتهي ولايته وتزول عنه الحصانة الدبلوماسية. طب ليه الموضوع دوت؟ انا اعتقد ان ترامب في الحقيقة استعدى الحزب بتاعه واستعدى الديمقراطيين، يعني الديمقراطيين اعداؤه، لكن الجديد في الموضوع ان الحزب بتاعه اللي هو محتاجه عشان يمنع تمرير اي قرارات وتعطيل القرارات في مجلس الشيوخ هو استعدى الحزب. انا قلت لكم المرة اللي فاتت ان هناك اقاويل عن ان ترامب هيكون حزب جديد خاص بيه هو، وهذا الأمر أدى بالتالي لأنه طبعا هو عنده ثقل في الحزب الجمهوري على فكرة، يعني عنده 122 عضو من مجلس الشيوخ موالين ليه، وعنده طبعا قيادات من تحت وقيادات من هنا، فهذا الأمر سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى أن ترامب يشق الحزب الجمهوري. فباختصار هذا الأمر أعتقد أنه هو بعيد المنال، لكن سيتم تهديد ترامب من خلال الغرف المظلمة إنك أنت لو ما تلمتش، يعني لو ما سكتش وقعدت بقى ساكت، اللي هيحصل إن إحنا هنوافق الديمقراطيين على محاكمتك، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى اعتقالك بشكل مؤقت، وبعد الإدانة هتخش السجن يا أبو الشباب. أعتقد أن هذا الكلام هو يعني هي الرسالة المبطنة لترامب ماشي على هذا النحو. أنا أعتقد أن الديمقراطيين طبعا أكيد فاهمين اللعبة كويس، فممكن هم يفسدوا عملية محاكمة ترامب عشان يشجعوا ترامب أن هو يعمل حزب جديد، وعشان يشق عصا الجماعة بتاع الحزب الجمهوري، ويبقى في أمريكا بدل ما هو الحزب الجمهوري واحد يبقى نصفين، وبالتالي ما يحلموش إن هم يصلوا إلى سدة الرئاسة أبدا. عموما أنا أعتقد إن هذا الكلام كله يعني من باب المقايضات والتهديدات والمبادلات والتنازلات في داخل الغرف المظلمة سواء ترامب أو غيره. إيه اللي هيحصل في الموضوع ده؟ ما حدش هيقدر يقول لك، لأن هم لازم يستقروا على حاجة. ما هو وزير الأمن القومي قال لك إن إحنا هنقوم بعملية تبكير تنصيب بايدن 4 أيام قبل أو كده، لحد النهاردة ما نصبوش ولا كده، والأمور ماشية في وضعها الطبيعي. من ناحية تانية يعكس لك مدى أن ترامب لا يثق في الجمهوريين إيه؟ جاله اقتراح من بعض النواب من حزبه ومن أوليائه ومن المستشارين كمان في البيت الأبيض، قالوا اقتراح ان هو يعني يستقيل، لانه من حقه يستقيل حتى لو ما بقيش الا يوم واحد بس في الرئاسة بتاعته. اللي هيقوم باعمال الرئيس بعد قبول الاستقالة هو نائب الرئيس اللي هو مايك بنس. فترامب رد عليهم بكل وضوح، قال لهم انا لا اضمن ان مايك بنس هيعمل عني عفو عام بعد ما هو يقوم باعمال الرئاسة وكده. فواضح ان ترامب لا يثق حتى في مايك بنس اللي هو جابه اصلا، واللي هو المفروض ان هو ضامن ولاءه. الناس دي على فكرة ماشية على قانون العصابة. واحد اخ سألني قال لي ايه هو قانون العصابة، قلت له بقول لك كل واحد في افراد العصابة بيتمرد، نفسه يبقى هو الزعيم، نفسه ان يمسك هو مقاليد كل حاجة في العصابة، لكنه ما يقدرش. ليه ما يقدرش؟ لان زعيم العصابة بيردعه ازاي؟ بان هو ماسك عليه زلات، مورط في جرائم وعنده ادله عليها، فبيقول لكل فرد في العصابه يفكر في التمرد، ان انا ادخلك السجن ولا ابالي وكده. وقلت لكم قبل كده ان في جيش من البلطجيه في مصر قوامه 300 ألف، كل البلطجيه دول عليهم احكام جنائيه، قتل واعدامات وحاجات زي كده، بيصيرهم واحد اسمه نخنوخ، وهذا يعني زعيم البلطجية في مصر، وبيهددهم بهذا الاسلوب. وهذا التنظيم اللي هو تنظيم البلطجية، اقول عليه تنظيم، فعلا تنظيم، يعني واحد عليه احكام وبيقع في الكمين، والكمين بيمسكه ويوديه مركز الشرطة ويتم الافراج عنه. ليه بقى بيتم الافراج عنه؟
عشان هو محمي، والوقت كمان عمل لهم شفرات وكلمة سر وكده، بحيث ان هم يفرج عنهم في الكمين اصلا وما يخشوش في اللفة دي كلها. فطبعا اللي حاصل في قانون العصابة ان الزعيم بيقدر يهدد كل واحد في العصابة، يقدر يدمره، وفي نفس الوقت يعني عضو العصابة ده بيبقى محتاج الزعيم عشان يحميه ما يدمروش، وفي نفس الوقت يطلعه من الورطات اللي بيقع فيها، وفي نفس الوقت بيديله يعني فلوس تكفيه وتفيض كمان وكده، بياخدوها منه بعد كده بقى ما بيروح يحشش وحاجات زي كده، يعني بيديله باليمين وبياخدوا منه بالشمال. ده طبعا جزء الموضوع، فيه حاجات كتير وفيه بنود كتير اصلا. الوضع التاني يا سيدي بالنسبة لأمريكا من ناحية الوضع الخارجي، أنتوا لعلكم سمعتم عن إن إيران أطلقت بالفعل صواريخ تجاه حاملة الطائرات الأمريكية على بعد أعتقد 1800 كيلومتر، يعني هي المفروض جوه المحيط خالص، يعني بعيدة جدا. فطبعا واحد يقول لي إزاي هي إيران أطلقت الصواريخ، ده تعتبر إعلان حرب؟ أقول لك لا إعلان حرب ولا حاجة، ده هي كل الحكاية ان ايران وامريكا، طبعا انا قلت لكم ايران بدعم روسي وبدعم فني روسي وبدعم مالي صيني، وقلت لكم ان الصين بتعمل لايران مشاريع قيمتها حوالي نصف تريليون دولار على 10 سنين، بدأت من 2020، يعني واقفين جنبيها وقفة جامدة عشان يصدروها للامريكان، لأن إيران أصلا مهمتها هي التصدي للخليج وتكون يد الروس في الخليج. هحكي لكم مهمة إيران إيه والروس عايزين إيه من إيران والصينيين عايزين إيه، بس بعد ما أخلص لكم الموضوع ده. فبتيجي مثلا أمريكا بتهدد إيران إن أنا مثلا هضرب حملة الطائرات جاية والقاذفات الاستراتيجية جاية وهندمر وهنعمل وهنشيل وهنحط. طبعا امريكا كله عارف ان امريكا عندها هذه القدرات، فايران بترد بتقول لها احنا هندمركم حتى من على بعد. فطبعا الكلام ده قد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح. طيب ازاي يتأكدوا من صحة هذا الكلام؟ يتأكدوا من صحة هذا الكلام بالتجربة العملية، يعني بدل ما يجيبوا لهم حاملة طائرات ويعرضوها للخطر، يحط لك سفينة مثلا قبليها بمسافة وكده ويقول له يلا وريني قدراتك، هتوصل وهتقدر تضرب لحد فين، وبناء على النتائج العملية دي بتقتنع المخابرات الأمريكية إن إيران عندها هذه القدرات أو ما عندهاش هذه القدرات، وبالتالي تروح هي على طول ترفع التقرير بتاعها للإدارة السياسية عشان الإدارة السياسية تاخد هذا الكلام في الاعتبار لما إيه؟ لما تاخد قرارها السياسي. أنا أعتقد مش هيقدروا يعملوا حاجة لإيران بسبب الدعم الصيني وبسبب الدعم الروسي. ارجع لموضوع ايران عشان اخلصه، بعض الاخوه بيقول لك ان ايران ضعيفه، وانا قلت لك ايران مش ضعيفه ولا حاجه، وقلت لك انك انت لو انكرت حقائق هترتبك استنتاجاتك في المستقبل للحقائق دي، تحطها في دماغك، فما ينفعش انك انت تكرهها تقول ضعيفه تحبها تقول قويه، ما ينفعش الكلام ده، لازم تنزل الشيء منزلته بالضبط. باختصار يا سيدي، إيران المطلوب منها إيقاف حرب البترول المشتعلة على الروس، لأنه الوقت الأمريكان مغرقين الأسواق العالمية بالبترول. في الحقيقة إن الروس عندهم تقدير إن سعر برميل البترول المفروض يباع بسعر منطقي، والسعر المنطقي بتاعه لا يقل عن 170 دولار، وهذا السعر ما وصلوش أي وقت، في أي وقت ما وصلش سعر البرميل إلى 170 دولار لحد النهاردة، ده رقم قياسي، لكن هم عن طريق خبراء وبيحددوه والطاقة اللي فيه قد إيه وبيقارنوه بمصادر الطاقة التانية والحاجات ديت، فبيقدروا إنه سعر البرميل المفروض ما يقلش عن 170 دولار، بل المفروض إن هو يزيد. البرميل على فكرة 159 لتر أعتقد، 159 لتر بترول. فالأمريكان طبعا مش مطولين الروس هذا الأمر، لأن البترول والغاز دول يعني جزء كبير مهم جدا وركن ركين كبير جدا من الاقتصاد الروسي، لأنهم مش هيقدروا يعتمدوا على بيع السلاح بشكل كبير، لأن السلاح دوت يعني سلاح ذو حدين، يعني أو تجارة ذو حدين ممكن تنقلب عليهم في أي وقت، والمسائل الزراعية والأمور التانية ديت لو هم لجأوا لها وكده
امريكا هتغرق الدنيا منتجات زراعية، وانتوا عارفين عندها كميات كبيرة من الاراضي ومن المياه العذبة، يعني هي اصلا بتبور الارض عندها عشان تحافظ على اسعار المنتجات. فلو روسيا دخلت وهتستفيد من الموضوع دوت بشكل فعال يسندها، هيغرقوا الدنيا بمعنى كلمة هيغرقوا الدنيا. فالعمود الفقري اللي هو للاقتصاد الروسي حقيقة تقدر تعتبره البترول والغاز معا، يعني باختصار الطاقة. فايه اللي حاصل؟ زي ما انتوا عارفين ان امريكا مسيطرة على الخليج بمعنى كلمة مسيطرة على الخليج، وبالتالي بتخليهم ينتجوا انتاج رهيب جدا، وهذا الانتاج الكبير جدا بيؤدي الى انهيار الاسعار. يعني ليه السعودية تنتج 13 مليون برميل في اليوم؟ عشان ايه؟ كانت اول ما بدأت انتاج كانت يعني بضعة الاف، وبعد كده وصلت مليون، وبعد كده وصلت 2 مليون، وكان الشعب هناك عايش في رفاهية كبيرة جدا. يعني المضحك المبكي ان هم لما ينتجوا 13 مليون برميل الشعب يعاني هناك، والاقتصاد يتعب، وعايزين يبيعوا اسهم، وعايزين يبيعوا سندات مالية. بيع السندات المالية دي يا جماعة يعني استدانة، يعني اقتراض باختصار، يعني عايزين يستلفوا فلوس. فطبعا اللي حاصل انه كميات البترول اللي بتطلع ديت في الحقيقة بتهلك سعر البترول، وبتؤدي بهذا الشكل الى الحرب الاقتصادية على الروس. طيب روسيا هتقف ساكتة؟ لا، هتستعمل ايران. طب تستعمل ايران في ايه؟ ان هي تعمل عملية اجتياح للخليج. اجتياح بمعنى كلمة اجتياح. طبعا صدام حسين كان واقف له موقفة كبيرة جدا ومانع الاجتياح، وكانت امريكا مستفيدة لانها كانت بتبيع السلاح لصدام باسعار جنونية، والكويت بتدفع والعراق بتدفع والسعودية بتدفع، يعني بياخدوا فلوس وبيحاربوا الروس وبيسوقوا سلاح وبيدمروا في بلاد العرب، يعني بيضربوا 10 عصافير بطوبة واحدة. لما راح صدام حسين ايران اتجرأت بدعم روسي ان هي تخش العراق وتزاحم امريكا هناك. في ناس بتقول لك امريكا وايران اتفقوا مع بعضهم ودخلوا، يا حبيبي لا، ما بيتفقوش دول، بيتفقوا بس على بعضهم لما يجوا يذبحوا في اهل السنة تكون مصلحة مشتركة، زي اللي حصل كده عند بشار الاسد. يعني كانت خطة الامريكان عند بشار الاسد، خشوا اعملوا ابادة وفضوا سوريا، وبعدين احنا نيجي نضربكم ونطلعكم وناخد سوريا نضمها لاسرائيل، حاجات زي كده. انما هم يتفقوا مع بعض وييجوا يقتسموا غنائم. الامريكان ما بيقتسموش غنائم مع حد، لازم ياخدوا كل حاجة. فالخلاصة ان اجتياح امريكا للعراق عمل فوضى هناك، وخلى الجماعات الشيعية تنطلق وكذا إلخ إلخ، وبعد كده يا سيدي إيه تمكنت وتوغلت. الوقت اللي حاصل طبعا بدعم تركي إن رئيس الوزراء العراقي اللي هو أعتقد اسمه الكاظمي بدأ إن هو يستعيد أمور كتير. من الحاجات اللي أنا عايز أقول لكم عليها، مثلا الأول خلصت لكم موضوع إيران. إيران كان مخططها إن هي تخش تجتاح العراق وتجتاح الكويت وتجتاح السعودية كمان إن أمكن، أو تجتاح العراق وتهدد الكويت والسعودية، يا إما تخفضوا كميات البترول يا إما هنعمل لكم عمليات اجتياح. وأنا أعتقد إن هم حتى لو خفضوا كميات البترول برضو هيعملوا عمليات اجتياح. طبعا الكلام ده كله المفاوضات السرية. طب تعرف المفاوضات السرية إزاي؟ تعرفها من نوايا اللي قدامك إزاي؟ انك انت تشوف المصلحة الاستراتيجية اللي هو عايز يحققها ايه، وتعرف ان هو داخل عشانها، فاهمني ازاي؟ انما مثلا غير كده مش هتبقى منطقية. ارجع لك لموضوع الكاظمي عشان اختصر الموضوع دوت. من ضمن الفساد يا سيدي اللي لقيوه في العراق ان ايران بتبيع الغاز بتاعها للعراق بتمنه قد تمن السعر العالمي 4 مرات او 4 مرات وشوية. يعني العراق لو عايز يشتري الغاز ده من السوق العالمي يشتريه ب25% من اللي ايران بتاخده. ليه؟ لان ايران متحكمة جوه، عندها العصابات بتاعتها جوه، عندها العملاء بتاعتها جوه، الحكومة العراقية خاينة، بتوقع زي ما ايران بتقول وكده، وبالتالي بتلاقي ان ايران بتفرض الاسعار اللي هي عايزاها. الصورة دي على فكرة مش غريبة، ما هو مصر كانت بتبيع الغاز لإسرائيل بكام؟ كانت تكلفة المليون وحدة حرارية أعتقد 3 دولار وشوية، كان حسني مبارك وحسين سالم بيبيعوها لإسرائيل
بالدولار و8 من عشرة، يعني بيبيعوا لإسرائيل بنصف السعر العالمي. طب رجع السيسي يشتري الغاز من إسرائيل بيشتريه بثلاث أضعاف وبأربع أضعاف السعر العالمي. ليه؟ لأنه تحت التهديد وتحت الابتزاز، يعني الجزمة أصدق إنباء من الكتب، يعني تعمل اللي أنا بقول عليه بكل إجحاف. زي المعلم عكوة كده، لو أنتوا نسيتوا المعلم عكوة ده جزار، يعني بيبيع لحمة قاعد في الحتة بتاعتهم. هل يجرؤ الأستاذ تحسين المالح إن هو يشتري لحمة من الشارع اللي بره ولا من الشارع العمومي كده؟ لازم يشتريه من عند المعلم عكوة، وعارف إن المعلم عكوة بيبيع لحم حمير أصلاً، وعارف إن المعلم عكوة لحمته لحمة حمير ومنتنة وخارج الصلاحية، ولازم يمدح فيها، وكل ما يمدح فيها المعلم عكوة يقول له طب يبقى تشتري كمية أكبر. نفس السياسة اللي بتحصل. هنروح بعيد ليه دلوقتي عشان أنقل على الموضوع اللي بعده، هو موضوع إن السيسي أغلق الحديد والصلب أو إدى أوامر للعصابة بتاعته إن هي تمشي في هذا الاتجاه. الحديد والصلب مش أول مرة يتعرض للابتزاز يا جماعة. لو أنتوا فاكرين أحمد عز اللي هو كان صديق جمال مبارك، الرئاسة بتستخدم ناس وبتستخدم أسمائها، لكن في الحقيقة هو نهب. يعني أنا هديلك الصورة دي وأذكرك باللي حصل. باختصار السبب المعلن إيه؟ إن الحديد والصلب يعني ما عادش يسوي حاجة. الوزير ده قالك يسوي 10 قروش أو 10 صاغ سخرية، يعني شيء 10 صاغ، يعني اقل من 1 سنت من الدولار ولا كده، يعني ساخر يعني سخريه. فباختصار يعني هم عايزين يصفوا الحديد والصلب، باختصار عايزين السيسي يشتري الحديد والصلب باسماء شركات من بنما، زي ما جمال وعلاء مبارك اشتروا قطاع الاسمنت زمان ايام عز ابوهم باسماء شركات من بنما. بيعملوا ازاي يا سيدي؟ بيجي يقول لك احنا هنشتري المصنع دوت. طيب هتشتري المصنع ده، يقول لك اول حاجه عايزين 25 سنه اعفاء ضريبي، ماشي، وتاني حاجه عايزين نشتري الوقود داخل مصر سواء كان بنزين او غاز او اي حاجه، عايزين نشتريه بالسعر الرسمي اللي هو كان مدعم في ايام مبارك، ماشي، وبعدين هندفع لكم ثمن المصنع دوت مثلا على 10 سنوات او كده او هكذا، ماشي. وبعد كده ايه اللي هيحصل يا سيدي؟ يجوا في تقييم المصنع، يعني علاء مبارك اشتراه اعتقد ب 200 مليون دولار او 300 مليون دولار، هو كان حقه 6 مليار في الوقت ده في الحقيقة. فشوف انت قدي الاجحاف. هو ده اللي هيعمله السيسي بالظبط، وهيشتري الحديد والصلب باسماء وهمية بشركات من بنما على ان هم مستثمرين جايين وكذا، وهيمشوا كل العمال وهيجيبوا عمال بعقود بالبخس وحاجات زي كده عشان يقللوا التكلفه، وهياخدوا المواد الخام اللي حوالين المصنع اللي هي منشأ حوالين المنشأ اللي حوالين يعني الجبال، هياخدوا المواد الخام كمان ببلاش. مين يقدر يقول للسيسي انت خدت بفلوس ولا ببلاش؟ وهيعملوا بالشكل ده، يعني النهب بعين عينك، يعني سرقه وبوقاحه، واللي يقدر على حاجه يعملها. ده باختصار أهم خبرين أنا شفتهم النهاردة، وإن شاء الله لنا لقاء آخر، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.